السلام عليكم اصدقاء، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنت اول مره كتفرج فيه ما تنساش دير لايك، دير ابوني. قربنا ل 20000 ابوني، مابقاش بزاف. من 20000 غنضربوا هذيك 100000 اللي كنا دوين عليها شحال هذه. 100000 راهي الهدف الاول بيان سور، وكاينين اهداف اخرى من بعد، كلنا غادي نحققوها مجموعين ان شاء الله. ما تنساش دير كومونتير باش يوصل الفيديو لاكثر عدد ديال الناس ممكن. انجوي الفيديو. فيديو ديال اليوم غيكون قمه في الكلاخ. اللي سمعتو شي تزنزين سمحوا لي، حيت هاد الناس اللي تحت مني ما لقيتش كندير معاهم بالرجوله. ما اش غندير ميكرو. بغيت نقول لكم فيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو سبيسيال. علاش؟ حيت ما غاديش نطلعوا على شي فيديوهات ديال الضحك ولا شي فيديوهات ديال زعما ديال تيك توك ولا شي حاجه بحال هكا. دونك الفيديو غادي يطلعوا على شي حاجه حقيقيه، شفاره ولكن مكلخين. بنادم شفار ومكلخ هو نورمالمون شفره شي حاجه خايبه، ولكن لا بغيتي تكون شفار خاصك اوموان تخدم دماغك وكذا. هاد الناس هادو اللي غادي ندوي عليهم اليوم اي كيو زيرو الحضيض اصحابي. قبل ما نبداو نطلعوا على الفيديوهات غادي ندوي لكم على واحد ليستوار كانت طرات في دربنا شحال هادي. واحد الدرب كنت ساكن فيه شحال هادي. دونك واحد جوج دراري ولاد دربنا معروفين وكنعرفوهم وساكنين حدانا وكل شيء زعما فهمتوني. فاقوا واحد الصباح داروا لي بات على وجههم ومشاو قصدوا الحانوت الكبير في الدرب. وداك الحانوت كلشي كيتقدم عنده، كلشي كيعرفو، هو كيعرف كلشي. مشاو عنده في داك الصباح وشفروا ليه فلوسو زعما وقفوا عليه بجناوه وداكشي على اساس ما غيعرفهمش. راه دايرين لي بات فهمتوني. وفي ديك الايامات الروشارج ولا حتى شيطه في الدرب، شدوا الروشارجات لاحوهم وما خداو غير الفلوس فهمتيني. شدوا الروشارجات لاحوهم، المخير في الدرب ولات عنده الروشارج ترونات وتشدوا دوزوا فيها الحبس فابور بدون شنقول لكم تكليخة. صافي تكليخة لا غير. مشاو دوزو الحبس على جدريان شفروهم الحانوت، ومع العلم ان حانوت في دربهم وكيعرفهم وكلشي كيعرفهم دايرين لايبات و... فين غادي؟ عرفتي الدراري هادو فاش كانوا كي بريباري ولاد هاد الشفرة كانوا كيبانوا لي بحال هكا. احنا حندخل من الباب ده. حلو. البوليس حيدخل من الباب ده ونتمسك هنا. شكلك فاهم يلا. بداو دابا نطلعين على الفيديوهات وندوزو الفيديو رقم واحد. خونا واقف عند الذهبي قيس السنسلة. اي زيد انت قيستيها. باين شفار من الحركات ديالو باين ما هواش. شوف باغي يحيدها ومشى ورجع. زيد 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 تعطلتي اجري يلا رجع. وراه صاحبي اش يقول لي درت لك برانك. بغى يمشي فحالو. شوف يلا هو جاي دار المينوط. يلا دور ميغ دي شمس العشيه هي. بغيت تشفر كتولي مدوز الحبس فابور بدون سبب على والو. ماشي بدون سبب، كاين سبب. حيت حمار دوز سبب صافي، كاين حتى سبب اخر مكلخ. فيديو ثاني سيرمون كلكم شفتوه، اللي ما كنتوش شفتوه غتشوفوه عندي اليوم. فيديو الثاني ديال هذاك خونا المصري ديال هذاك اليوم السابع عندهم بحال شوف تي في عندنا فهمتوني. كيصوروا في اي لحظه في اي بلاصه في المكان في اي فضيحه اي قنت. خونا ديالهم كان داير لايف من شي شارع تما. شفر ليه التليفون من الموتور شفر ليه التليفون بالموتور واللايف طالع. شفر هو يبان في اللايف ديال بحال هكا كتكياب ملا تيدوز هاد الموتور ولا اشهر شفار في مصر. كنا داير لايف دابا ويمتد تاثيره طبعا. شوف عليه الاستديو كدا. المهم لايف خدام كدا. حتى كيبان لك المهم الطوموبيلات دايزين الحياه عاديه ما كاين حتى مشكل. اول شفر جر لي التليفون مشى شاد كارو ديك اللعبه ديال صافي حررته بغيت تحلى وغيبان فابرو ويشري راسو فابرو. اشهر شفار في مصر هي الناس ديال مصر اللي ما كيتفرجوش فينا. الفيديو رقم 3 سيرمو بزاف منكم شافوه. خونا شفار العيبه شافتو الكاميرا ويدير هذيك واعر واعر والله حتى واعر بالرب والله حتى واعر ما يمكن. انا كنعاود فيه دابا لا يمكن. خونا واعر هذيك زعما ماشي انا بحال البلاد ديال كبور فاش حصلاتو شعيبي وقول انت اشمن الله يتا الشفار واعر يلحق قرب. الفيديو رقم 4 ديال واحد الشفار دخل لواحد المحل ولكن
كما قلنا مكلخ ما عنده تفسير اخر. نتفرجوا خونا داخل دابا المحل كاسكيطة عيبات جبد الفردي طاح ليه ولا ولي معلق صافي هربوا الدري هزات الفردي هاي الإعادة ديرينا خونا بغي ينقص زعما باش يجبد الفردي اللي عطى الله عطاه فهمتش غتبان دابا الصورة من زاوية أخرى غتبان الدري راه هزات الفردي هاي من الزاوية أخرى صافي هزاتو صافي نساق نورميط شدك طرنك شفر اللي حطك ناري من عند محمار حق الرب ما مترينيش على شي حاجة ليش كديرها صاحبي ليش كتشريو راسكم صداع ليش. فيديو الخامس دابا نورمالمون على برا كاين حتى في المغرب ولات كاين الدجاج ما كيتهرش غير قابل للكسر دونك اغلبية الناس تيديروا في المحلات ديالهم ولا في الديور ديالهم ولا شي حاجة. وهذا السي الشفار اللي جا للدار هادي جا قال لك السي باغي هرس دجاج بشي حاجة شو اش غيطرى لي هو كيضرب في ضرب المرة ناري ضرب بحجرة ويترجع ليه الراس غيباتو يلا راق بوك يلا رجع بغي يهرس الدجاجة صدق هو اللي معطاو غيمشي للسبيطار وغيمشي للحبس ليش غادي ضربت راسي بحجرة الرب العالي والله ما يمكن حق الرب. فيديو الموالي هاد الشفار المعنى الحقيقي ديال المكلخ منقص الدار سير على الله زيد دخل دابا ما شوف دخل الشفار ولا شوف فين دخل المهم الكاميرا مفيكسي على الباب هنا جا الطوموبيل دونك دير مول الدار الطوموبيل غادي يبغي يدخل الدار نورمالمون خونا غيحصل طبعا غادي يحصل ولا يحصل غادي يودي فوالا الفيديو طويل شويه الشفار دابا شنو كيدير كيتبربص باغي يعرف خونا مين غيدخل باش يخرج هو يمكن من الجهه الاخرى ولا شي لعيبه ولا ها زيد مول الدار جات الباب الصغير نورمالمون ايوا باغي يطلع مول الدار حل الباب وخونا باغي يطلع صافي شاف مول الدار مشى للباب الكبير باغي يخرج من الباب الصغير مكلخ حمار شدو قيطي حصل فاز يلا ادخل تصنقيع يا معلم تدخل ايوا اي تلنا الاصدقاء اجي يكون سهل الفيديو الى عجبكم البلان ما تنسوش ديروا لايك ديروا ابوني وديروا كومونتير زوين في حقنا باش حنا نقدروا نكملوا في هذا الكونتوني لو بغيتوا فيديوهات جداد في هذا البلانات كتبوا لي في التعليق بغيتوا فيديوهات ديال رياكسيون على شي حاجه نتوما باغيين تشوفوها كتبوها في التعليق وما تنساوش كما قلت لكم دخلوا الفيسبوك دخلوا الانستغرام وابوناو في كاع لي بلاتفورم وتهلاو.